بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل مع بعض يا شباب شابتر 3 في الترانسبورتيشن. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن البيلت كونفير، خلينا نكمل النهاردة بقية انواع الكونفيرز اللي عندنا. اول واحد فيهم الباكت الليفيتور. الباكت الليفيتور ده كنا اتفقنا واحنا بنتكلم، لو تفتكروا، على ان احنا ازاي بنعمل فيلينج للسايلو مثلا، كانت من ضمن الطرق هي الباكت الليفيتور اللي احنا شايفينه قدامنا ده. ده عبارة عن باكتس اللي احنا شايفينها الصغيرة اللي طالعة نازلة دي، ده عبارة عن باكتس، والباكتس دي متربطة على تشين، اللي تشين دي بتلف على موتور وبتطلع بالباكتس. الباكتس زي ما احنا شايفين كده بتتملي بالسوليد وبتطلع لفوق. اهم ميزة في الباكت الليفيتور دوت ان هو بيقدر ينقلي السوليد بتاعي مسافات فيرتيكال لفوق ممكن ما كنتش اقدر اوصل لها بالبلت كونفير، او على الاقل كنت ساعتها هحتاج سبيس كبيرة علشان اقدر احط انكلايند بلت كونفير يرفع لي للمسافة دي كلها، فكانت هتبقى الهوريزونتال ديستانس بتاعت البلت كونفير ده عالية قوي. فالميزة الاساسية في الباكت الليفيتور هي ان انا ينقل السوليد لمسافات فيرتيكال عالية كده لفوق. زي ما احنا شفنا الباكتس كده لما كنا بصين لها من الجنب كان هو ده السايد فيو بتاعها، فاحنا بنقول ان السايز بتاع الباكت دوت سواء الدايمنشنز بتاعته اللي احنا بنسميها A او B، دي كانت الرنجات بتاعتها موجودة هنا عندنا، ودي على حسب البارتيكل سايز بتاع السوليد اللي انا بنقله، لو كان اقل من 200 ملي او لو كان يوصل لحد 500 ملي متر. طيب الباكتس زي ما احنا شفنا هي كانت بتتثبت من النقطة دي، طب الباكت اللي فوقيه بقى هيبقى متثبت فوقيه؟ السبيسنج ما بين التو باكتس دول رينجز من كام لكام؟ من 300 ل450 ملي متر. طيب احنا بقى في الباكت الليفيتور ده بنبقى محتاجين ايه؟ بنبقى محتاجين نعرف ايه هي الدايمنشنز المناسبه بتاعه الباكت، السبيسنج المناسب ما بين كل تو باكتس، والباور اللي انا محتاجاها تو درايف الباكت الليفيتور ده. الكلام ده بحسبه ازاي؟ هو اولا الكاباسيتي او الفلو ريت اللي هو يقدر يتحرك بيه من 15 ل 150 تامبر اور. الفيلوسيتي بتاعته رينجز من 0.2 لحد 1 متر بير سكند. ازاي بعرف الكاباسيتي المناسبه للباكت والدايمنشنز المناسبه بتاعته؟ بعوض في الايكويشن دي، بتساوي 1.25 الكاباسيتي يعني بتاعه الباكت، بتساوي 1.25 في الماس فلو ريت بتاع السوليد بالكيلو جرام بير سكند. السبيسنج اللي احنا اتفقنا عليه من 300 ل 450 يعني هيبقى رينجز من 0.3 ل 0.45 متر. دي الفيلوستي اللي احنا اتفقنا هتبقى من 0.2 ل 1 متر بير سكند، والبلك دنسيتي بتاعه السوليد. يبقى انا كده حسبت الكاباسيتي بتاعه الباكت الليفيتور دوت بالمتر كيوب، اضربها تايمز 10 باور 3 علشان اجيبها بالليتر، لاني هروح على التيبل ده واجيب الكاباسيتي المناسبه من هنا، ومن الكاباسيتي المناسبه هقدر اعرف السبيسنج المناسب والدايمنشنز المناسبه بتاعه الباكت الليفيتور. الحاجة التانية اللي انا محتاجة اعرفها عن الباكت الليفيتور ده هي الباور بتاعته تتحسب ازاي. ببساطة خالص هقول ان التي درايف اللي انا محتاجاها بتساوي ام زائد ام باكت زائد ام تشين، زي دي الحاجات اللي الباكت بيشيلها، هي دي اللي انا محتاجة باور علشان اقدر احركها. في الاتش في الجي، مين الاتش دي؟ الفيرتيكال ديستانس اللي بيتحركها الباكت الليفيتور ده لفوق، والجي 9.81 متر بير سكند سكوير. فاضل لي اعرف مين الام ومين الام باكتس بلس ام تشينز. ام دي اللي الماس فلوريد بتاع السوليد بالكيلو جرام بير اور، قلنا ان احنا بنجيبه بالماس فلوريد بالكيلو جرام بير سكند مقسوم على الفيلوسيتي اللي هو متر بير سكند، يبقى انا جبت الام ده بالكيلو جرام بير متر. ام باكتس بلس ام تشينز بجيبها ازاي؟ بجيبها من الايكويشن دي، بقول ان هما الاثنين مع بعض بيساوي من 2 ل 2.5 في الام، والام دي هي الماس فلوريد بتاع السوليد بالكيلو جرام بير سكند. طب بعد ما بجيب التي درايف بجيب منها الباور ازاي؟ الباور بتساوي تي درايف في الفيلوستي على الافيشنسي في 735، هي دي الهورس باور، الباور اللي انا محتاجاها بالهورس باور. طب الافيشنسي دي رينجز من كام لكام؟ من 0.8 ل 0.9. طيب لو احنا جينا في مسألة بيقول ان انا عندي باكت الليفيتور هيترانسبورت 20 تامبر اور من السوليد، البارتيكل سايز بتاعها كان 10 ملي، الهايت اللي انا محتاجاه ارفع بيه السوليد ده كان 20 متر، والبالك دنسيتي بتاعه السوليد كانت 1600 كيلو جرام بير متر كيوب. هو بيقول لي بقى عايزني اسلكت سيوتبل باكت واحسب الباور بتاعته بتساوي كام.
طيب علشان اسلكت suitable bucket هروح على الايكويشن بتاعت الكاباسيتي واحسبها 1.25 والماس فلوريد بالكيلوغرام بير سكند، عملت فيه ايه 20 طن ضربتهم في 1000 وقسمتهم على 3600. الاي السبيسنج اللي احنا قلنا من 0.3 ل 0.45 فانا فرضته ب 0.4 على البالك دنسيتي بتاعت السوليد والفيلوسيتي اللي احنا قلنا ان هي من 0.2 لحد 1 فانا فرضتها ب 0.5 متر بير سكند. طلعت الكاباسيتي بالرقم ده بالمتر كيوب، ضربته في 1000 حولته للتر، ورحت رايحه على الجدول ده مختاره اقرب رقم بعديه على طول اللي هو 3.5، وقلت يبقى هو ده السبيسنج المناسب اللي ما بين الباكتس، ويبقى هي دي الدايمنشنز المناسبه للباكت. يبقى انا كده حليت اول مطلوب في المساله خلاص اللي هو سيلكت سيوتبل باكت. عايزه اجيب بقى الباور، علشان اجيب الباور يبقى لازم الاول اجيب التي درايف. التي درايف اول ترم فيها اللي هو الام بتاعت السوليد بالكيلوغرام بير متر، فانا هعمل ايه، هقسم الماس بتاعت السوليد بالكيلوغرام بير سكند على الفيلوسيتي بالمتر بير سكند، هتطلع دي الماس فلوريد بتاع السوليد بالكيلوغرام بير متر. طيب بعديها هجيب الماس بتاعة باكتس بلس الماس بتاعة الليتشينز، احنا قلنا من 2 لحد 2.5 في الماس فلوريد بتاع السوليد، انا خدتها 2.5، انا عايزة ابقى في السيف سايد اكتر فخدتها على اللو ليميت رغم ان ده هيعليلي شوية الفيلوستي. يعني احنا هنا لما شفنا قلنا ان هي من 2.5، فانا ليه واخدة على اللو سايد كده عشان ابقى في السيف سايد، لما احسب باور اعلى ومع الوقت الباور دي تبتدي تقل انا افضل محافظة على الافشنسي بتاعة الباكت الليفيتور اللي عندي. طلع الاثنين مع بعض في 13.9 كيلوغرام بير متر، خلاص اخدهم وعوض عنهم هنا واضرب في الاتش اللي هي 20 في الجي 9.81، طلعت التي درايف بتساوي كام. من التي درايف عايز احسب الباور، هعمل ايه، هضرب التي درايف في الفيلوسيتي اللي انا كنت فرضها 0.5 على 735 والافشنسي اللي هي من 0.8 ل 0.9، هتطلع 4.17، واحنا قايلين ان احنا في الافشنسي بنقرب على طول للاكبر بعدها، فهنلاقي ان الباور اللي مطلوبه هي 5 هورس باور. كده انا عرفت كل حاجة عن الباكت الليفيتور ده، يبقى انا عرفت الدايمنشنز بتاعت كل باكت، السبيسنج ما بين كل تو باكتس وبعضهم، وعرفت الباور اللي انا محتاجاها تو درايف الباكت. نبص بقى بعديها على النوع التاني من الكونفيرز اللي هو السكرو كونفير. السكرو كونفير بيبقى زي ما احنا شايفينه كده، عبارة عن شافت، والشافت دوت متركب عليه كده سنان، والسنان دي لما بتلف وبتتحرك بتنقل السوليد في طريقة. يعني احنا مثلا لو بصينا هنا هنلاقي ان السكرو ده عبارة عن ايه، عبارة عن كيسة كده زي ما احنا شايفين، وجواها الشافت، والشافت دوت عليه السنان دي وهي بتلف، فانا لما بملى السوليد من ناحية بيبتدي يتحرك السوليد دوت مع الحركة بتاعة السنان بتاعة السكرو. والسكرو دوت انا ممكن اشتغل بيه زي ما كنت بشتغل بالبلت كونفير، سواء كان هوريزونتال او انكلايند، انما ما اقدرش طبعا ان انا اشتغل بيه فيرتيكال. ولو نخلي بالنا في الرسم في الشكل اللي احنا شايفينه ده، السكرو مش مليان، الكيسه بتاعته مش مليانه كلها بالسوليد، امال ايه، الفيلنج ريشيو بتاعه السوليد بتبقى نسبه قليله، اقل حتى من نص الكيسه دي، عشان ده هينفعني بعد شويه وانا بعمل الديزاين بتاع السكرو. طب انا محتاجة اعرف عنه ايه، انا محتاجة اعرف الديامتر بتاع السكرو دوت قد ايه اللي هو دي، محتاجة اعرف المسافة دي اللي ما بين كل سنتين في السكرو اللي احنا بنسميها فيه، محتاجة اعرف ان هي بتساوي كام، ومحتاجة اعرف الديامتر بتاع الكيسنج ده او التراف ده بيساوي كام، ومحتاجة اعرف الباور اللي انا محتاجاها تدرايف السكرو كونفير ده قد ايه. لو اتكلمنا شوية في الاول عن السكرو كونفير هنلاقي ان اللينث بتاعه مش بيعدي ال 50 متر، الفلوريت اللي بنقول هولي مش بيعدي ال 200 تن بالاور، وخلي بالك ان السكرو من الحاجات اللي بتحتاج باور عالية علشان تقدر تنقل السوليد، بس هو كمان ليه ميزة ان ممكن وانا بنقل السوليد اعمل لها ميكسنج، يعني ممكن اللي داخل عليه يبقى اكتر من النوع من سوليد وبعمل لها ميكسنج مع بعض، واللي اكتر من كده ان انا ممكن ادخل هوت او كولد فلويد جوه الشافت ده، او ان انا اعمل سيركيليتنج للهوت او كولد فلويد، سواء كنت عايزه اعمل مثلا دراينج للسوليد ده او عايزه اعمل هيتنج ليه. كمان هو بينفعني في الحالات اللي بتبقى السوليد فيها ما هياش فري فلوينج،
يعني مش سهل ان انا انقلها بالبلت، هي مش هتمشي كده لوحدها على البلت كده وتتنقل بسهولة، ده هي محتاجة كوش عشان اقدر انقلها من مكان للتاني، فساعتها هشتغل بقى بالسكرو كونفير حتى لو هو هيحتاج مني باور اعلى. طيب علشان اعرف بقى كل السبيكس بتاعت السكرو كونفير بعمل ايه، مبدئيا انا عايز اعرف الديامتر بتاع السنه بتاعت السكرو، هجيبها من الايكويشن دي. الايكويشن دي اللي فيها الماس فلو ريت بتاع السوليد بالكيلو جرام بير سكند مضروبه في بتساوي ايه بقى، باي على 4 دي سكوير. دي هي الحاجه اللي انا محتاجه اعرفها، اللي هو الديامتر بتاع السكرو. في البالك دنستي بتاع السوليد في البي اللي انا محتاجه اعرفها برضو، اللي احنا قلنا المسافه ما بين كل سنتين في السكرو، في الان اللي هي الار بي اس اللي بيلف بيها السكرو، في فاكتور اسمه كي، في حاجه اسمها اف اللي هي الفيلنج ريشيو. خلينا نمسكهم كده مع بعض حاجه حاجه. الان دي اللي هي ايه، الان دي اللي هي الريفوليوشن بير سكند الار بي اس. طب دي هجيبها ازاي؟ ببساطه هجيبها من الجدول ده على حسب الكاباسيتي اللي عندي، فهشوف انا الكاباسيتي اللي عندي كام تان بير اور، من زي مثلا انها 15 تان بير اور، يبقى معنى كده ان الار بي ام 80، يبقى الار بي اس 80 على 60. نيجي بعد كده للفاكتور اللي بعديها اللي اسمه اف اللي هو الفيلنج ريشيو. الفيلنج ريشيو دي على حسب ايه، احنا لما شفنا في الفيديو السكرو ما كانش مليان كله بالسوليد، احنا قلنا انها بتبقى اقل حتى من النص، مش واصله للسنتر بتاع الشافت. فلو كانت السوليد اللي عندي سوليد كده طيبه خالص وفري فلوينج وما بتعملش حاجه، هتبقى الفيلنج ريشيو دي 0.4. كل ما كانت بقى السوليد اصعب في التعامل معاها كل ما الفيلنج ريشيو دي هتقل، يعني الفري فلوينج بس مايلدلي ابريزف هقلل شويه الفيلنج ريشيو تبقى 0.3. طب مايلدلي ابريزف وكمان سلو فلوينج يبقى 0.25. طب كل حاجه بقى سلو فلوينج وهايلي ابريزف يبقى اقلل الفيلنج ريشيو خالص تبقى 0.13. يبقى الفيلنج ريشيو دي على حسب نوع الايه، على حسب نوع السوليد. طيب على حسب نوع السوليد برضو هقدر اجيب مين، هقدر اجيب الدي. يعني بص معايا هنا انا قسمتهم لك شويه، يعني مثلا البتروكيميكال اندستريز الحاجات اللي بتطلع منها الفيلنج ريشيو بستخدمها ازاي 0.4. طب البي اللي هي المسافه ما بين كل سنتين على السكرو اللي احنا عملناها كده، البي دي المسافه دي بتجيبها ازاي، يا اما بتفرضها ايكوالز الدي يا اما بتقول ان هي ايكوالز 0.8 دي. طب امتى اقول انها بتساوي دي وامتى اقول انها بتساوي 0.8 دي؟ قدامي كام مثال اهو. لو انا مثلا عندي اسمنت، الاسمنت ده الفيلنج ريشيو بتاعته على طول اخدها كام، 0.25، وعلى طول الفي بتاعته اخدها كام، 0.8 دي. حاجه زي الفيرتيلايزر مثلا، الفيلنج ريشيو من 0.25 ل 0.3، طب الفي من 0.8 دي. فاحنا كده عندنا كل حاجه في الايكويشن دي، الفيلنج ريشيو برقم. الكي بقى مين الكي الاخرانيه دي؟ الكي دي ليها علاقه بالانكلينيشن انجل بتاعه السكرو، احنا قلنا ممكن استخدمه هوريزونتال وممكن انكلاين. فلو كان انكلاين، لو كان هوريزونتال خلاص الكي هتبقى ب 1، انما لو كان انكلاين هحط الثيتا بتاعته هنا طبعا بالريديان واحسب الفاكتور اللي اسمه كي دوت بيساوي كام. المفروض ان انا لما ارجع للايكويشن دي هلاقي كل حاجه فيها متعوض عنها او نون، ويفضل لي النون واحد في الاخر اللي هو الدي كيوب، ومنه هجيب الدي اللي هو الديامتر بتاع السكرو. طب عايز اجيب الباور، الباور هجيبها ازاي من الايكويشن دي، الماس فلو ريت بتاع السوليد بالكيلو جرام بير سكند، الجي ال اللي هو اللينث بتاع السكرو بالمتر، في اف بلس اور ماينس ساين سيتا عشان لو كنت هستخدمه انكلايند، على الافشنسي في 735. الافشنسي عامله زي الباكيت، رينجز من 0.8 ل 0.9. ساين سيتا دي مش هستخدمها الا لو كان السكرو اللي عندي انكلايند، ولو كان انكلايند امتى احطها بوزيتيف لو كانت السوليد ماشيه ابورد، وامتى احطها نيجاتيف لو كانت السوليد نفسها ماشيه داونورد. الاف دي فاكتور انا بحطه على حسب السوليد اللي عندي كان فري فلوينج ولا لا، لو كان فري فلوينج يبقى 2.5، ولو ما كانش فري فلوينج يبقى 4. انت بتتعامل مع السوليدز على انها فري فلوينج الى ان يثبت العكس، او بتكون حاجه من ضمن الجدول اللي هنا دوت، فانت كده خلاص عرفت. يعني مثلا الاسمنت خلاص، ما هو انت شايف ان الفي بتاعته بتساوي 0.8 دي، يبقى ده مش فري فلوينج. الفري فلوينج بحط الفي ايكوالز دي، وبحط الفيلنج ريشيو ايكوالز 0.4،
طب هو مش free flowing، يبقى هحط ال P equals 0.8 دي، وهحط ال F الفيلنج ريشيو حاجة اقل من 0.4، يبقى معنى كده ساعتها هحط ال F الفاكتور اللي هنا ده بكام؟ ب 4. طيب لو احنا جينا هنا المسألة بيقول ان انا عايزة انقل سمنت دست، خلاص انا هلاقيه بقى في الجدول، ادي البالك دينستي بتاعته، وادي الديستنس اللي انا محتاجة انقله، الفلوريد بتاعه 10 طن بير اور، عايز مني احسب السكرو دوت الديامتر بتاعه قد ايه، التراف او الكيسة اللي حوالين السكرو الديامتر بتاعها قد ايه، البيتش او البي الديامتر بتساوي كام، والباور اللي انا محتاجاها تدرايف السكرو ده بتساوي كام. اول ايكويشن هبتدي بيها اللي انت هتلاقيها جيفن، ان انا هقول ان الماس فلوريد بالكيلو جرام بير سكند هو كان 10 طن بير اور، ضربته في 1000 وقسمت على 3600 بيساوي باي على 4 في دي سكويرد في البالك دنسي بتاعه السوليد. نبتدي بقى مبدئيا كده عايز اجيب الان، هجيب الان ازاي؟ هجيب الار بي ام من الجدول واقسمها على 60، الار بي ام من الجدول هتطلع 55 ار بي ام، ده بناء على ان انا عندي فلوريت 10 طن بير اور هقسمها على 60، يبقى انا كده جبت الان اللي هي الار بي اس. الفيلنج ريشيو لو رجعنا للجدول هنلاقي في حاله السمن باخد الاف 0.25، يبقى ده معناه ان البي هاخدها 0.8 دي، وكان السكرو دوت ماشي هوريزونتال يبقى الكي بتاعته ايكوالز 1، يبقى انا كده جبت الديامتر هلاقيه 0.224 متر، اقربه بقى لاقرب رقم بعديه اللي هو 250 مليمتر، واذا عرفت الديامتر بتاع السكرو يبقى ده معناه ان انا عرفت البي هضرب ده بكام، هضرب ده في 0.8. طب اذا عرفت كمان الديامتر بتاع السكرو يبقى انا عرفت الديامتر بتاع التراف، الديامتر بتاع التراف انا بزوده شوية عن الديامتر بتاع السكرو، بس شوية كتير ولا شوية قليلين؟ يعني ازود الديامتر بتاع التراف، هو انا مش عايزة الديامتر بتاع التراف يبقى بالظبط قد الديامتر بتاع السكرو عشان ما يحصلش فريكشن بينهم وبين بعض، طيب اوسعه يعني خالص؟ لا، ما انا لو وسعته خالص كمان يبقى معنى كده ان هيبقى فيه ديد زونز السوليد بتركن فيها وما بيحصل لهاش ترانسبورتيشن، فانا بزود مثلا 2 ملي من هنا و2 ملي من هنا ولا حاجه، فلقيت ان الديامتر بتاع السكرو 250 ملي، قلت خلاص يبقى الديامتر بتاع الكراف هزود 5 ملي عليه، يبقى في 2.5 ملي من هنا و2.5 ملي من هنا، اللي هو بس انا ضامنه ان مفيش ايه، مفيش فريكشن بين السكرو والكيس اللي هو بيلف فيه، انما كمان ضمنت ان مفيش ايه، مفيش ديد زونز السوليد ما بيتنقلش منها. طيب بعد ما كده انا خلاص عرفت كل الدايمنشنز اللي انا محتاجاها، طب انا فاضلي ان انا احسب ايه؟ فاضلي ان انا احسب الباور. الباور بحسبها ازاي؟ اتفقنا قلنا الماس فلوريت بتاعه السوليد بالكيلو جرام بير سكند في جي، في اللينس بتاع السكرو هو قال لي عليه 30 متر، في 4 اللي هي الاف، مفيش بقى هنا بلس او ماينس ثيتا لان انا ما عنديش اصلا انكلينيشن، على الافشنسي اللي من 0.8 ل 0.9 انا خدتها 0.8، على 735 طلعت لي ب 5.56 هورس باور، قربتها للفاليو اللي بعديها على طول اللي هي ال 6 هورس باور، يبقى انا كده عرفت كل حاجه عن السكرو ده، عرفت الدايمنشنز بتاعته كلها، عرفت الار بي ام اللي هو بيلف بيها، وعرفت الباور اللي انا محتاجاها تو درايف السكرو. طيب الشكل الاخير بقى من اشكال الكونفيرز اللي عندي هو النيوماتيك ترانسبورتيشن، ببساطة النيوماتيك ترانسبورتيشن ده بيبقى عبارة عن هواء، الهواء ده بيبقى كومبريست او ماشي ببريشر معين، وبياخد فيريفاين سوليدز في سكته ينقلها من سايلو للتانية. مثلا اللينث اللي انا اقدر احرك بيه النيوماتيك كونفير دوت ما بيزيدش عن 500 متر، وفي عندي شرطين مهمين للسوليد اللي انا هنقله نيوماتيكلي، ان هو يكون فيري فاين سوليد، وان هو يكون يعني الديامتر بتاعه ما بيعديش 5 ملي، والدنستي بتاعته كمان ما ينفعش تكون دنستي عاليه، هي بس رينجز من 20 ل 3000 كيلو جرام في متر كيوب. ده ليه؟ علشان اضمن ان السوليد يفضل دايما سسبندد جوه الاير، ما يحصلش ان السوليد دوت يحصل له سيتلينج ويفصل عن الاير وهو ماشي جوه الدكت من قبل ما يتنقل للسايلو اللي انا عايزاه. طيب النيوماتيك كونفير دوت الكاباسيتي اللي هو يقدر يشيلها ليها علاقه مباشره بالبالك دنسي بتاعه السوليد، بالديامتر بتاع التراف او الديامتر بتاع الدكت اللي انا ماشيه فيه، وبحاجه اسمها الايكويفالنت لينث بتاع الدكت او الباث اللي انا ماشيه فيه. طيب لو احنا جينا نبص على انواع النيوماتيك كونفيرز هنلاقي ان انا في عندي نوعين، حاجه اسمها بريشر سيستم وحاجه اسمها فاكيوم سيستم.
ايه الفرق ما بين الاثنين؟ في البريشر سيستم هنا بيقول لي ان انا بيبقى عندي هواء، والهواء ده ببتدي اعمل له كومبريس بايه؟ بفلور. وبعدين لما بيبقى كومبريسد اير بيمشي هنا كده في الدكت ده، بينزل عليه السوليد من السايلو. خلي بالك السايلو في اخرها هنا الاير لوك اللي احنا كنا اتكلمنا عليها واحنا بنتكلم على الديسشارج بتاع السايلو، اللي بتمنع ان الاير دوت هو اللي يدخل جوه السايلو عشان ما يعملهاش فلويدايزيشن. لا، انا عايزه السوليد هو اللي ينزل للستريم بتاع الكومبريسد اير ويبتدي بقى يتحرك معايا هنا. وقلنا ان احنا ممكن عند السايلو التانية دي نحط سايكلون بحيث ان الاير يطلع والسوليد هو اللي ينزل هنا. طب امتى بشتغل بالسيستم ده اللي هو اسمه بريشر سيستم؟ لما بكون عندي سورس واحد وهبتدي ابعت لكذا ريسيفر، فيبقى ساعتها بدخل الكمبريسد اير دوت عند السورس وابعت بقى منه لريسيفرز مختلفة او لسايلوز مختلفة. طول ما الاير دوت كان ماشي جوه الدكت كان بيحصل له دروب للبريشر. الدروب بتاع البريشر ده ممكن يوصل لحد نص اتموسفير. طيب الماس فلوريت اللي يقدر ينقلهولي في الحالة دي بتبقى قد ايه؟ ما يزيدش عن 9 تامبر اور. نخلي بالنا ان دي قليلة قوي بالنسبة لكل الفلوريتس اللي احنا قلناها في كل الكونفيرز اللي فاتت. بس الحاجات كمان النيوماتيك كونفير ده بيستخدم مثلا في الادوية، فحاجات اصلا ما بتبقاش كمياتها كبيرة وما بقاش عايزة يحصل اي contamination فيها، فعلشان كده بنقلها نيوماتيكلي حتى لو انا هيبقى في المقابل ان انا هنقل بفلوريتس قليل. ده الشكل الاولاني من السيستمز اللي احنا بنسميه بريشر سيستم. عندي شكل تاني اللي احنا بنسميه فاكيوم سيستم. يعني ايه؟ يعني انا بدل ما هاجي عند اول اللاين هنا واحط فلور، لا انا هاجي عند اخر اللاين واعمل فاكيوم. الحالة دي عكس الحالة اللي فاتت. هنا انا عندي ايه بقى؟ عندي سورس، عندي اكتر من، يعني عندي ريسيفر واحد عايز ياخد من اكتر من سورس، فهو واخد من السورس ده واخد من السورس ده وعايزهم كلهم يوصلوا عند السايلو الاخيره دي. فبدل ما اعمل هنا فلاور واحط هنا فلاور واعمل كومبريسنج للاير الاثنين دول، لا انا هاجي هنا واعمل ايه؟ هاجي هنا واعمل فاكيوم. يبقى هو هيسحب بقى الهواء من كل اللي متوصل بيه. نخلي بالنا ان انا لما باجي اعمل فاكيوم انا ما بوصلش لبريشر دروب في الفاكيوم زي ما اقدر اوصل، او ما بقدرش اعمل فاكيوم قد ما اقدر اعمل بريشر. انا البريشر في ايدي، كل ما هزود الفلاور اللي انا حطاه كل ما هقدر اوصل للبريشر اللي انا عايزاه، انما الفاكيوم انا محكومه ان انا ما بقدرش انزل بالفاكيوم كتير. فعشان كده هنلاقي ان الفلوريت هنا 7 تامبر اور بس، وان الماكسيمم لينس اللي انا اقدر اتحرك فيه 300 متر. يبقى انا هنا عندي طريقتين اقدر انقل بيهم السوليد نيوماتيكلي، يا اما يكون عندي بريشر في اول اللاين وابتدي ابعت لكل الريسيفرز اللي انا عايزاها، يا اما يكون عندي فاكيوم في اخر اللاين وابتدي اسحب من كل السورسز اللي انا عايزاها. في الحالتين انا عايزه في النهايه اجيب الباور اللي انا محتاجاها علشان اعمل نيوماتيك ترانسبورتيشن، ومحتاجه اعرف الديامتر بتاع الدكت اللي انا همشي فيه دوت الديامتر بتاعه قد ايه. الخطوات اللي انا بمشي عليها بقى خطوات بسيطة خالص. اول حاجة بحسب الفيلوستي بتاعة الاير ستريم اللي ماشي، واحنا قلنا ان ده ليه علاقة بالبولك دينستي بتاعة السوليد. فبنيجي نحسب الفيلوستي هنا بالمتر بير سكند equals 1.168 في السكوير روت بتاع البولك دينستي للسوليد اللي هي بالكيلو جرام بير متر كيوبد. طيب بعد ما حسبت الفيلوستي اقدر احسب الفوليومتريك فلوريت بتاع الاير. الفوليومتريك فلوريت ده هيساوي ايه؟ باي اوفر، احنا اي فوليومتريك فلوريت بيساوي ايه؟ كروس سكشنال اريا في فيلوستي. الفيلوستي خلاص حسبتها، الكروس سكشنال اريا باي على 4 دي سكويرد. لحد هنا انا حسبت الفوليومتريك فلوريت بالمتر كيوب بير سكند، اضربه لي في 60 عشان انا محتاجاه بعد كده بالمتر كيوب بير مينت. بعد لما حسبت الفوليومتريك فلوريت بحسب بعديها حاجة اسمها الإكويفلنت لينث. الإكويفلنت لينث ده زي ما هنشوف في المسألة بنعمل سامينج اب لكل الهوريزونتال والفيرتيكال لينثز، وكمان بنضيف عليهم لو كان عندي 90 ديجريز إلبو في اللاين بزود لكل واحد 7.7 متر على الهوريزونتال والفيرتيكال لينثز، ولو كان عندي 45 ديجريز إلبو بزود لكل واحد فيهم 4.6 متر. يعني مثلا لو انا عندي لاين بالشكل ده بجمع كل الهوريزونتال زائد الفيرتيكال زائد 2 90 ديجريز إلبو كل واحد فيهم ب 7.7.
طيب بعد كده بحسب حاجة اسمها السوليد ريشيو، والسوليد ريشيو دي انا بجيب فيها لازم احسبها قصدي واتأكد ان الفاليو بتاعتها اقل من 15. طيب هحسبها ازاي السوليد ريشيو؟ في الايكويشن اللي احنا شايفينها قدامنا دي، السي هي الكاباسيتي بتاعت السوليد بالكيلو جرام بير اور، الكيو هي الفوليومتريك فلوريد بتاع الاير بالمتر كيوب بير مينت. لازم الفاليو بتاعت السوليد ريشيو تكون اقل من 15 علشان يبقى الكلام بتاعي صح. بعد ما حسبت السوليد ريشيو بحسب البريشر دروب اللي بيحصل في اللاين من الامبيريكال ايكويشن اللي احنا شايفينها دي، ولازم برضو يطلع اقل من 15. البريشر دروب اللي انا حاسباه من هنا بجيبه بالبي اس اي، اللينث ده بحطه بالمتر، والديامتر ده بحطه بالانش، والكيو بحطها بالمتر كيوب بير مينت، وانا ببقى مدياله كل الكلام ده في الامتحان. لازم البريشر دروب ده يطلع اقل من كام؟ لو انا كلامي صح لازم يطلع اقل من 15. طيب بعد ما جبت البريشر دروب ازاي منه اقدر احسب الباور؟ هقول ان الباور بتساوي الفوليومتريك فلوريت بالمتر كيوب بير سكند في البريشر دروب، بس حوله بقى للباسكال على 735 على الافشنسي. طيب بدل ما اعمل الشغلانه دي كلها وافضل احول اليونتس، استخدم الايكويشن دي اللي بتقولي ان الباور بتساوي، انا جمعت بقى كل التحويلات بتاعت اليونتس حطيتها لك في الفاكتور ده اللي هو 0.16. خلاص بقى دلوقتي انت عادي ان انت تشتغل البي اس اي البريشر دروب والكيوب بالمتر كيوب بير مينت وتقسم على الافشنسي. ممكن الافشنسي تبقى من 0.7 ل 0.8. يعني معنى كده ان كل الايكويشنز اللي انا محتاجاها للنيوماتيك ترانسبورتيشن هتبقى كلها عندي، وهبقى عارفه كمان كل ايكويشن فيهم احطها بانهي يونتس. طيب لو احنا جينا هنا المساله زي دي، بيقول ان انا عايزه انقل سوليد، السوليد ده الماس فلوريد بتاعه 20 طن بير اور، وادي البالك دينستي بتاعته، هيمشي نيوماتيكلي هوريزونتال ديستانس 100 متر وفيرتيكال ديستانس 15 متر، وفي سكته هيقابل 390 ديجريز قلب. عايز اجيب الديامتر بتاع الدكت، عايز اجيب الفوليومتريك فلوريد بتاع الاير، والبريشر دروب الونج اللاين، والباور اللي انا محتاجاها تدرايف النيوماتيك كونفير ده، او علشان اعمل الاير اللي داخل ده. طيب اول حاجه هعملها هحسب الفيلوستي، ليها علاقه قلنا بالبالك دينستي بتاعه السوليد، هحسب الفيلوستي. وبعديها انا عايزه احسب دلوقتي الفوليومتريك فلوريد، فاحنا قلنا ان هو هيساوي باي على 4 في الديامتر سكوير. الديامتر ده انت بتجيبه منين؟ انا بديلك الفيرست ترايل بتاعه الديامتر، يعني الديامتر ده انت اللي بتفرضه من عندك. طب لما بتفرضه بتتشيك ازاي ان الاسامشن بتاعك صح؟ ما احنا اتفقنا لازم احسب السوليد ريشيو تطلع اقل من 15، واحسب البريشر دروب ويطلع اقل من 15 بي اس اي، يبقى الاسامشن بتاعي صح. اذروايز غير الاسامشن بتاعك لاسامشن جديد. طب الفيرست اسامشن انت هتجيبه منين؟ هيبقى جيفن في المساله. اعتبر ان هو هنا في المساله قال لي ان الفيرست اسامشن هو ال 5 انش، بس خلي بالك لما هنروح نعوض في الايكويشن مش هحطها ب 5 انش، امال هعمل فيها ايه؟ هضربها تايمز 0.0254 علشان احول من انش لمتر. طلعت الفوليومتريك فلوريت وضربت في 60 وكل حاجه عشان اطلع الفوليومتريك فلوريت متر كيوب بير مينت. بعد ما طلعت الفوليومتريك فلوريت انا اقدر دلوقتي اروح احسب السوليد ريشيو، حسبتها وانا معايا اصلا الماس فلوريت احسبه بقى بالكيلو جرام بير اور. طلعت السوليد ريشيو طلعت اقل من 15، يبقى بالنسبه لي التشيك ده كده صح. يبقى اللي باقي لي ان انا اشوف التشيك بتاع البريشر دروب، بس قبل ما اروح للبريشر دروب انا لازم احسب الايكويفالنت لينث، فهجمع الهوريزونتال مع الفيرتيكال مع ال 390 ديجريز قلبه، هيطلع الفيرتيكال هيطلع الايكويفالنت لينث ب 138. لو خدت ورحت عوضت بيه في المعادله دي بتاعه الباور بتاعه البريشر دروب، حط الايكويفالنت لينث بالديامتر ده 5 انش، ده متر كيوب بير سكند بير مينت، والسوليد ريشيو عندي بالرقم بتاعها، هروح مطلع البريشر دروب هيطلع اكبر من 15. يبقى معنى كده ان الاسامشن بتاعي ده كان غلط، وان انا محتاجه اقلل البريشر دروب شويه. لو انا رجعت للمعادله هلاقي الباور بتاع الديامتر بالنيجاتيف، يبقى انا علشان اقلل البريشر دروب محتاجه ان انا ازود الديامتر، فهاخد الاسامشن اللي بعديه على طول، هقول ان انا هفرض الديامتر 6 انش، وعيد نفس الايكويشن، بس انا مش محتاجه اعيد الفيلوسيتي تاني، هي ما كانش ليها علاقه بالديامتر، هي كان ليها علاقه بالبالك دينستي.
فهعيد بقى من اول الفوليومتريك فلو ريت احسب ليه فاليو جديده. لما احسب السوليد ريشيو ادام طلعت في اول مره صح، تاني مره اكيد هتطلع صح لانها هتطلع اقل، فهتطلع اقل من 15، فكده تمام. الايكوفالنت لينث هو هو ما اتغيرش، ما فرقش معايا في حاجه ان انا غيرت الديامتر في الايكوفالنت لينث. اروح احسب البريشر دروب الجديد هيطلع اقل من 15 بي اس اي، يبقى انا كده تمام، يبقى انا الديامتر بتاعي فعلا 6 انش، والفوليومتريك فلوريت بتاعي فعلا هو الرقم ده، والبريشر دروب هو الرقم ده. يبقى انا اللي ناقص لي بس ان انا احسب الباور. لما اجي احسب الباور اروح بقى على الايكويشن دي بتاعه الباور، واحط الفوليومتريك فلوريد بالمتر كيوب بير مينت اللي انا حسبته، واحط الدلتا بي بالبي اس اي، واحط الافشنسي مثلا ب 0.7 او 0.75، اطلع الباور اللي انا محتاجاها بالهورس باور. فهنا لما حسبت الهورس باور طلعت 129 هورس باور، واحنا اتفقنا ان احنا من بعد ال 100 بلاقي في 100 و 150 و 200 و 300، يبقى معنى كده ان انا بعديها هقول ان هقرب بقى ال 129 هورس باور دي ل 150 هورس باور، لان احنا من بعد ال 100 هورس باور بنمشي بال 50، 100 150 200 250 300 وهكذا، فقربت ال 129 هورس باور ل 150 هورس باور. كده نبقى احنا خلصنا كل انواع الكونفيرز اللي احنا عايزين نتكلم عليها، اللي هي كانت البلت كونفير والنيوماتيك والسكرو كونفير والباكيت الليفيتور. مرة الجاية ان شاء الله باذن الله، احنا كده خلصنا شابتر 3 خلاص، مرة الجاية ان شاء الله باذن الله نبتدي بقى في الشابتر الجديد اللي هو الفلو ثرو بوروس ميديوم. شكرا.